مهنة مش شايفة أو شايفينها بالمقلوب، تيجي تسأل عن تمريض تلاقي كله عيوب، كلام كله دبش بيتحدف علينا زي الطوب، دي اللي بتشتغل في تمريض رقاصة وقررت تتوب. دراما مصرية، التمريض كان لها ضحية أطلقوا علينا تمرجية، ما يعرفوش إننا جايبين 97% وإننا كنا للتنسيق ضحية. أنا ما دخلتش التمريض غية، لكن دخلناه قدر ومكتوب، شفت المميزات وما شفتش العيوب. مش ذنبي ان الجهل عماكم، حقي هاخده بالغصب او برضاكم. انا تمريض، انا تمريض وهكتبها بالبنط العريض، مهمتي داوي لكل مريض، واللي هيشوفني غير ملاك رحمة اكيد مريض. دنا روح، دنا روح مسؤولة عن روح، روح بتداوي جروح، روح بتروح مع كل حالة وفاة، روح بتصحى مع كل حالة نجاح، روح تشوفها من بره تحسها قوية، روح بأي حالة إهمال بتكون هي الضحية، روح بتموت 1000 مرة في اليوم، مش هي دي اللي ترموا عليها اللوم. براحتك شوفني زي ما تشوف، بس ادعي ما تلمكش في طريق الظروف، أنا اللي بالليل على المرضى بطوف، أنا اللي بداوي جراح، إيه الفرق بيني وبين جندي ماسك سلاح، هو بيحارب على الحدود وانا بحارب في مكان محدود، سلاحه بندقية او رشاش وانا سلاحي قطن وشاش، اهتفوا لينا وقولوا عاش، احنا عمرنا بيضيع ببلاش، كمامة لابس وانفاس حابس، حرام في جو الكل فيه بردان، مانا مقاتل، مانا مقاتل بقاتل في ساحة، انا اللي موجود في غرف العمليات والجراح، مش طالبة منك حاجة، مش طالبة غير الدعوة، لكن لو تقيلة عليك ما تدعيش، لكن على خلق الله ما تفتريش، اوعى تفتكر ان المهنة دي بتأكل عيش، انا موجودة دلوقتي لكن ممكن بكرة ما تلاقينيش، على كف عفريت حياتي لله والوطن فدا، فما تكونش ليا عدا.